جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: البشير عبد الرحمن السوداني يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف رجل يترك كلمة في بعض الآيات أو بعض الحروف، علما بأني راجعته في هذا الأمر وقرأها خارج الصلاة بطريقة صحيحة، ولكن في الصلاة ليس كذلك، علما بأنه لم يتعلم وإنما يحفظ، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذي يتركه من الفاتحة فلا تجوز لكم الصلاة خلفه، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها وجميع ما تصح به قراءتها. أما إذا كان ذلك في غير الفاتحة فإن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكم أن تصلوا خلفه لكن مع تعليمه وتنبيهه. نعم.